عشر مبارك إن شاء الله بصحة وسلامة وكل ما كتمناو في اليوم مشرفاني ومنوراني فدوى صابري مصممة أزياء. صباح الخير لالا فدوى. صباح الخير زهرة، شكرا بزاف على الاستضافة، عواش مبروك على المستمعين كاملين، والله يدخلوا لنا بصحة وسلامة إن شاء الله. يا ربي آمين. فاحنا محشي رمضان، الأجواء ديال رمضان دابا بدات كتبان، التحضيرات سواء في البيوت كنشوفوا الأمهات ديالنا حنايا كنصيبوا الشباكية سلو كلشي، الناس كل واحد ولا كيجهز الطريقة ديالو وحنا اليوم غادي ندخلوا لعالم جلابة، ما كاينش رمضان بلا جلابة. ضروري هذيك هي اللمسة المغربية، ضروري تكون حاضرة في شهر رمضان، يعني اللمسة التقليدية باللباس التقليدي ديالنا اللي ولا غني عن تعريف العالم كامل. الحمد لله جلابة وصلت للبلدان اللي ما كناش كنتخيلوا انها غادا توصل لهم. فالحمد لله. دونك فدوى صابري 8 سنين ديال تصميم الازياء اليوم تقريبا. نعم. اليوم غادي نتكلموا على الجلابة ديالك وغادي نتكلموا عليها كيمونو، غادي نتكلموا على التصميمات ديالك واللمسة ديالك لالا. مرحبا فدوى. اكيد غادي نبداو بالتصميمات ديال شهر رمضان. ألوغ شهر رمضان يعني هو كل واحد لا يشكي يميل، كاين اللي كيبغي يلبس جلابه، كاين اللي كيبغي يلبس شي حاجه خفيفه هكا، بخصوص النساء اللي في العمل كيبغيو يلبسوا شي حاجه اللي كما كنقولوا حنا براتيك ولا سهله في اللبس، يعني مع سروال مع هذا، بحكم ان ما تقدرش تلبس جلابه في العمل. يعني كل وحده على حسب هي فين كترتاح. فوالا فين كترتاح. انا الصراحه في هذا زعما في سميتو في رمضان كنحاول ندير تصاميم مختلفه. وي. يعني انه يكون جلابات اكيد. يعني جلابه ضروريه وايضا كما شفتي شزت عبايه بحال عبايه كيمونو. كاين اللي كيسمع كيمونو ولا عبايه. يعني تقدر تلبس هي هكا كل نهار مع مثلا جينز ولا سروال، او لا نقدروا نزيدوا لها قفطان من التحت وتولي يعني تقليديه، يعني انت تقدر الواحد يستعملها جوج استعمالات. طيب غادي نتكلموا على الجلابه، نتكلموا على الاختيارات ديالك. انا كنعرف كل مصممه وكيفاش كتشوف الميول ديالها في تصميم الازياء، واش كتبعي الموضه ولا تصميماتك كيكونوا ديالك باغا انت كيفاش كتخيلي هذيك المراه لابسه هذيك جلابه؟ يعني هو بصراحه انا في التصميم كنحاول الا لاحظتي كاين واحد ستيل، يعني غتشوفي غيبان لك ان هادي تقريبا. يعني انا كيعجبني التصميم يكون سامبل، يكون خفيف، يعني شي حاجه اللي غتقدر تلبس ما غيملش منها الواحد دغيا. يعني كاين بعض المرات كتبع الموضه، يعني مثلا كتخرج واحد لا طوندونس كلشي كيتبع، ولكن كتلبس واحد المده ومن بعد صافي، يعني صافي كتخليها في بلاكار، لان صافي شي حاجه اللي اغلبيه كتكون عامره بزاف ولا هذا. انا بصراحه كنحاول ندير تصميم اللي كما كنقول حنا ما يطلعش في الراس دغيا. يعني مثلا نلبسوا هذا العام، نقدر العام الجاي نعاود نشوفه ونلبسوا يعجبني، ونعاود العام اللي من بعد مثلا بحال هذه اللي جبت ديال الراندا اللي لا يوم عليها، كتبقى كلاس وشيك. وحتى الخدمه اللي شفتي رقيقه، كنخدموها رقيقه على شعرات رقاق، وخدمه رقيقه، وزدنا لها قميص حتى هي من التحت. هذه كياخذوها بزاف اللي كيمشيو للعمره. احنا ما كعرفتي مع رمضان بزاف الناس كيكونوا كيمشيو توجهوا للعمره. البيض يعني في البلون كاسي، اللون في اللون، وسامبل وخدمه خفيفه. وجميل هذيك العقده ديال القميص، كنا كنشوفوها زمان. رجعت. وي كاين اكيد يعني شي حوايج اللي كيكونوا كنشوفهم زمان ولكن كيبقاو، يعني ضروري كيبقاو حاضرين، واخا كتمودرنيزي لا بيس، واخا كتزيد عليها لمسه عصريه، ولكن ضروري شي حاجه تقليديه كتبقى. وي. يعني على مر السنين. وهتحطي طيب القصه، شنو من قصه كتختار لالا فدوى؟ يعني القصه كتختلف، بحال دابا هذه اللي من مورايا، هذه كوب عاديه دغوات. كاين المخزانيه حتى هي، كاين بزاف الناس كيرتاحوا في المخزانيه لانها كتجي واسعه، كتجي يعني كونفورتابل في اللبس. فوالا يعني مره هكا مره هكا على حسب التصميم، يعني على حسب التصميم. طيب انا نتكلم على شويه على الالوان، ولكن انا ملاحظه لاحظت قبل ما نبداو قلت تبارك الله لك فدوى كتمشي الالوان اللي كتكون هادئه، ماشي الالوان الجريئه.
هي كدير يجري، ولكن اللمسة ديال الفدوة هي في غالب الأحيان غادي يبان لك في تصاميم ألوان هادئة. ما عرفتش يعني، أنا بصراحة أنا كنرتاح في هاد اللون، يعني واخا كندير مثلا لون آخر، قدر ندير مثلا لو روج لو بلو هذا، مي كنحس به ماشي ديالي، فهمتي؟ يعني كنحاول نرضي الأذواق، لأن بيان سور كل واحد واللون فين كيرتاح وهذا، ولكن كنظن أن هادي بارمي لا توش ديالي، ان الوان باستيل خفاف يعني اللي كيرتاح لهم الواحد في اللبسه وحتى في الشوفه. حتى في الشوفه تبارك الله، ما كاينش فينا اللي ما كيحمقش على البيض، الباج يبقى ادمي. اكيد البلون كاسي البيض هما الوان ادميين، وما كاينش اللي ما كيعجبهمش. تبارك الله عليك. طيب غادي قبل ما غادي نمشيو نتكلموا على الكيمونو، على اللمسه اللي مدخله واللي هي غزاله، كتعطي واحد الشيك. كنحسوا بان الكيمونو ولا العبايه كيف ما كتقولي لالا فدوى هماويه، ونقدروا نلبسوها كيف ما بغينا. فغادي نمشيو. طيب واش كاين دابا خصوصا اننا كنعرفوا ان السعدادات ديال شهر رمضان، واش كتشوفي ان الناس مازال كيمشي عند المصممه ولا عند الخياطه وكيدي التوب ديالو وكيخيطوا كيف ما تشاها، ولا دابا الاكثريه ولينا كنبغيو شي حاجه اللي جاهزه؟ يعني هو بصراحه كاين مازال الناس كيبغيو ديك الحلاوه ديال انه هو يمشي يشري تقطع الثوب بوحدو ويمشي عند المصمم، ويعني ويمشي معاه في لي ديتاي ديال بغيت هكا بغيت، يعني شي حاجه سور ميزور كما كنقول. ولكن الاغلبيه نقول واحد 80% بحكم ان الوقت ما بقاش يعني، والنساء بزاف يعني في العمل، يعني انهم ما عندهمش الوقت فين يمشي وياخذوا الثوب يتقداه وهذا. انا اللي كنلاحظ ان كاين ولا اقبال كثير كثير على الجاهز اللي هو البخي ابوختي، لانه كتلقى وكتشوف اللبسه جاهزه قدام عينيك قبل ما تشريها. يعني بعض المرات مع الاسف بعض المرات ملي كتمشي للخياط كيقدروا يكونوا دي زامبريفي ولا مفاجات. يعني كتكون متخيله السيده واحد الحاجه، ولكن كتتفاجئ انها ماشي داكشي اللي كان على بالها في الاول. الجاهز يعني هي كتشوف التصميم قبل ما كتشريه، يعني كتشوفوا كيفاش خرج، كيفاش طلع، واش يتناسب المورفولوجي ديالها، واش يتناسب الشكل اللي هي باغاه. وحتى بحكم كما قلت لك الوقت، يعني الناس وكاين اللي كتجيهم مثلا شي مناسبات كما كنقولوا حنا على غفله. يعني مثلا جاتها مثلا خطوبه ولا تعارف ولا مناسبه كيف ما كانت، ما كتكونش موجده ليها، كتمشي كتدخل كتقلب كتشوف اللون اللي عجبها هذا، كتوصل حتى للدار يعني بدون اي عناء. وهذا هو اللي كنشوفه دابا وكنشوفه كثير. ربما حتى السيده لما كتفكر كتقول انا رمضان جاي خاصني واحد جوج للبات على الاقل ولا ثلاثه، فغادي تاخذ وقت طويل عند المصممه. أكيد. ماشي يعني ما بين يومين ولا ثلاث ايام، ماشي بحال الا مشيت انا وخديتها جاهزه. اكيد يعني. ودابا حتى مثلا انا التصاميم ديالي كنحطهم، يعني كاين واحد الويب سايت اللي هو www.moroccanlook.com، كتدخل كتشوف يعني تصميم يعني صور كامله يعني بالديتاي ديالو، وتقدر تعزل يعني يعني 3-4 البياسات ويوصلوها كاملين في تصميم سهل. تصميم يعني وحتى الشراء ولا سهل، يعني ما بقاش ان يعني كل شيء حتى الموقع كيسهل الشراء. يعني وي دابا ولينا كنشوفوا ان الاغلبيه كيشري عبر الانترنت، فحتى هذا كيسهل العمليه. طيب غادي نمشيو نتكلموا على الكيمونو. الكيمونو كذلك شنو التعديلات اللي دخلتي الى الكيمونو ولا العبايه كتسميه؟ يعني كل واحد كما كيسميه، كيمونو يعني كيما الغربي، وعبايه بريس الخليجي، ولكن هو يعني نفس الشيء، غير العبايه كتكون طويله اكثر، كيمونو كيكون قصير، والكيمونو كيقدر يعني كيكون شويه محلول تقدر تلبسه مع مثلا كما انا لابسه دابا سروال شوميز وهذا. و فوالا، وكيما قلت لك تقدر تستغلو هكا وهكا، يعني مثلا كتقليدي تلبس معاه قفطان من التحت، وكعصر يعني تقدر تلبسو هكا كل نهار او لا معروض لشي حاجه خفيفه، دير معاه سروال جينز او لا شوميز. طيب شنو الثواب اللي كتخدمي بهم الكيمونو؟ حنا كنعرفوا ان شاء الله رمضان وداخلين على فصل الربيع، فشنو الاثواب اللي كتختاري؟ ثواب تقريبا 90% ولا 80% كريب دو سوا. كريب دو سوا كيجي خفيف، كيجي طايح فوالا، وكتكون في واحد لاطومبي زوينه، وكيجي زوين في التصاميم، يعني كساسوا الجلابه ولا بحال هاد العبايات ولا الكيمونو كيجي زوين. طيب الكيمونو في هاد الموزونات، هاد اللمسه ديالك في الدواء هذه؟ اللمسه ديالي صح. وي يعني علاش اختاريتيها خصوصا في الكمام في الكتاف؟ كل مره فين كتكون، مره كتاف، مره بحال هذا اللي موراك يعني هنا في الايدين، كل مره كيفاش. هو
هذا يعني دي سوكان موزونه وعقيق يعني عشوائي كما كنحنا كنقولوا بالتسميه ديالنا عشوائي، غير هو الا بالك بزاف ديال التصاميم غيبالك بحال شي شويه خارج يعني ماشي مسطح. انا صراحه هذه اللمسه هي اللي درت في التصاميم ديالك غادي تبان لك بزاف معوده. انا كيعجبني شي حاجه بحال اون غولييف يعني كتبان اون 3 دي، كتجيني انا كتعطي واحد الحياه للمسه يعني ما كت بحال فيها واحد الحيويه يعني شي حاجه حيه فهمتي. فوالا هادشي علاش اختاريت هاد لو ستيل، وكيعجبني بزاف حتى في القندوره اللي من موراك يعني كيبان لك انه هكا بحال اللي خارج بحال اللي واضح. تبارك الله عليك، تصميم غزال وكيف ما كنقول لك انا بحال كنشوف شي حاجه اللي ما عمرني شفتها، غريبه شي شويه ولكن نقدر نلبسها في الصباح ونقدر نلبسها في الليل كذلك. اكيد يعني كما لابسه انا دابا مع سروال هذا ومثلا دي باسكيت، وفي الليل تقدر تلبس لها مع شوميز بانطالون كلاس افيك دي اسكاربان يعني على حسب انت لوكازيون اللي عندك كيفاش تبغي تلبسها. واضح، تكلمنا على الوقت وتكلمنا بان التصاميم كتاخذ الوقت كثير. طيب التصاميم ديالك شحال كتاخذ ديال الوقت يعني في التصميم والتحضير؟ وي التصميم كذلك والتحضير بجوج. التصميم يعني غتكون واحد مثلا كوليكسيون د رمضان يعني التصميم غادي يكون في وقت واحد يعني بزاف ديال لي زارتيكل. بصراحه ما كاينش وقت محدد على حسب الموديل يعني مثلا كاين شي حاجه اللي خفيفه اللي ما غتاخذش وقت بزاف، مثلا هذه داخل فيها لا بينتور بليد يعني غير هذه راه خدات لي تقريبا واحد النهار، غير بياسه وحده نهار ديال الخدمه، نهار ديال الخدمه غير في البيرلا لا غير في لا بينتور غير في السباغه، وعاد باش الخدمه ديال تنباد ليد يعني اللي عاود كتخدم بوحدها يعني على حسب التصميم، على حسب كل واحد كل تصميم عنده واحد الوقت خاص. طيب لما كنتكلموا على التصميم وكنتكلموا على تحضير واحد الجلابه ولا الكيمونو ولا غيره، لما كنهضروا على التصميم باليد او الخياطه باليد والخياطه بالماكينه، شنو اللي دارج دابا وشنو اللي عليه طلب اكثر؟ هو بجوج بصراحه يعني ما غنقدروش نستغناو على اليد اكيد لانه كتبقى شي حاجه اللي مخدومه باليد يعني عندها واحد القيمه، غير هي كتاخذ الوقت كما كتعرفي بحال دابا الراندا كتاخذ الوقت، خصوصا انها ملي كتكون بحال هذه اللي ولات يعني مخدومه على شعره رقيقه كتاخذ وقت كثير. والماكينه كندخلها لانه ضروري باش ملي كتجه في اتجاه ديال الجاهز ضروري خاص تكون دي بياس اللي بسرعه يعني باش ما يكونش يعني يكون العرض يعني كاين. اذا كندخلهم بجوج، انا كندير هكا وهكا باش ترضي جميع الادوار. واضح، تبارك الله عليك. غادي نمشيو نتكلموا على الجلابه اللي بالقميص اللي كنشوفوها دابا، كنشوفوا كنعرف رمضان كيكونوا العرايد كتكون كل مره كنمشيو عند العائله كنتعرضوا اكثر. طيب هنا كنبغيو شي جلابه اللي كتكون هماويه كيف ما كنقولوا، شنو دابا صراحه هذا العام اللي دارج بزاف هو الجلابه دو بياس لان القميص ديالها مو هادي جبت معي دابا خفيفه، ولكن قدروا مثلا نديروا الفوقاني يكون جلابه بالتنبات او لا بالطرز ولا هذا، ونزيدوا عليه قميص من التحت مثلا بالرباطي ولا حتى هو نخدموه بالراندا. دابا لي دو بياس دارجين بزاف، وهما اصلا من زمان هما اصلا كاينين يعني من على مر سنين، غير دابا هذا العام كاين يعني داجين في هذا العام الكوليكسيون ديال رمضان بشكل كثير. واضح، تبارك الله عليك. من غير جلابه من غير الكيمولو من غير الجلابه اللي كتكون دو بياس، كاين تصميمات اخرى كديرهم لالا فدوى؟ اياه ضروري كندخل تصميمات جد بحال كومبينيزون يعني لانه السروال لاصق في الفوقاني يعني الكومبينيزون ما بين بزاف ديال البنات بالخصوص لي جان دابا الشباب كيما كتبغيش تلبس جلابه ما كتبغيش تلبس شي حاجه اللي ثقيله كتقول لك انا بغيت نلبس بلدي ولكن بواحد اللمسه خفيفه يعني حتى هي كنفكروا فيها ما كنساوهمش هذه الفئه. كندير لهم مثلا هذا الكومبينيزون بالسروال يا اما تلبسوا فوالا مع وحده ولا مع ان كيمونو من الفوق وكيكون خفيف يعني تقدر تلبسوه مع روضه تقدر تلبسوه يعني في النهار يعني بشكل سهل ومريح. واضح، كذلك الجلابه كنعرفوا جلابه ولينا كنلبسوها مع لي باسكيت مع حاجه اخرى بالغا ولا اللي كتكون كتزيدها همه وكتزيدها حتى هما تصميمات ديالك البلاغي. مدخله اون كوليكسيون ديال البلاغي تصميمات جاولي
وكنحاول نماتشيهم مع مثلا يا اما جلابه ولا مثلا لونسومبل يتماشاو مع كيتماشاو ملي كتقترح على الزبونه انه اونسومبل هذا مع هذا ما كتبقاش تفكر هي كتلقى ان حاجه جاهزه وكنلاحظ انه بزاف كياخذوا هاد لي باك بحال هكا كيكونوا دي باك واجدين تسوى لهم وحلو حتى بوغ اوفرير يعني كهديه بزاف كياخذوهم كيهديوهم الاقارب ديالهم كيلقاو انه كل شيء واجد يعني التحتاني مع الفوقاني مع البلغه ما غاديش تبقى تفكر لقات الفلوسه واجده الفلوسه واجده لعندها ما كاينش ما احسن تبارك الله عليك فدوى صابيري مصممه ازياء شرفتيني ونورتيني الله يخليك شرفتيني كنتمنى لك مزيد من التوفيق وتبارك الله عليك والالوان غزالين بارك الله الالوان غزالين كيف ما كنقولوا كي حتى في النظره ديالهم غزاله تبارك الله بارك الله فيك شكرا وشكرا على الاستضافه وهذا شرف ليا مرحبا وعواش مبروكه مره اخرى ان شاء الله عواش مبروكه فدوى صابيري تيلي بلوس تميز ومصداقية